من جديد تحياتي. اليوم شرفنا صديقنا ومتابعنا فضل حتى نصوره هالوحش الكاسر. عم نحكي عن جي ام سي ليوكون ومش اي يوكون، الدينالي ال 21 زوايا خرافيه. خليكم احضروا الفيديو للي وين وكيف ما نطلع بنشوف كلمه الدينالي. شوفوا جنطه 22 انش، يا عين على هالبوز الحلو الخرافي، بتضوي الليد سنسر امامي مع الكاميرا، قلبه لين اسيست بارك اسيست، بيدرو فريم لوحده عند الزوم، وما بدنا ننسى نشوف هالشبك الخرافي بشكله بكروميت، يا عين على شبك الرفراف. المرايه بضبوا على الكهرباء بقلبها بلايند سبوت، وطبعا كاميرا. شوفوا الكروم هون ولا احلى من هيك. يلا نشوف بالنهائيات. صورتيات أربعة، سنسر وكاميرا على الأريير، والأحلى وأحلى إنه غطى الصندوق كهرباء. يلا نشوف الأكسترا سبيس. هوب توب سكرنا، بدنا بأكتر أكسترا سبيس كمان تكرموا. شوفوا السقف البانوراميك، شوفوا الزوايد الحلوة، خليكن لحتى نقلب لكم الفرق. يا عين على الداخلية ولون الفورمايكا بالداخلية والساوند سيستم، وكيف ما نطلع دينالي وبهي الطريقة الحلوة المميزة والسهلة. بيطلع الشخص بيقعد ورا بيستعمل كاب هولدر وسيت بلت دبل اي سي ودبل هيتد سيتس والتايب سي. وين وكيف ما نطلع دينالي، يا عين على الشاشات التاني. الداخلية سوداء مع درزي حلوة كتير، مالتي فانكشن ستيرينج، هيدي كبسة الرادار فانكشن، كبسة اللين اسيست، فريم الايد الفور ويل بالاضاءة، ولا احلى من هيك. هيد اب ديسبلاي نعم موجودة، هيدي الشاشة تاتش، ما بدنا ننسى الابل كار بلاي. هون طريقة غيار بالفيتاس، ولا احلى من هيك. هيتد سيتس فنتيليتد سيتس، وهيدي فتحه كرمال الوايرلس تشارجر. هيدي لمحه عن 360 فيو. فعلا وين وكيف ما نطلع بكتبوا لنا دينالي. سقف بانوراميك ويا عين على الكابتن سي. فاذا يا شباب اعملوا منشن لصاحب النصيب اللي طلبوا يوكن ومش اي يوكن، دينالي ال 21، ومثل ما دائما بنقول الله يبعد ضربات ويهني صاحب النصيب. صور ورقمه لفضل عنا على الويب سايت ركيم موتورز دوت كوم.